أشكر الجميع، لأن هي كانت يعني توافقات تم العمل عليها، وكانت توافقات صعبة، لأن لازم يعني نأخذ كل المعطيات العالمية اللي موجودة اليوم من تحديات اقتصادية عالمية، من أعباء تمويلية موجودة على مملكة البحرين حاليا، ونأخذها في الاعتبار، ونلتزم كذلك بما تم الاتفاق عليه مع مجلسكم الموقر في برنامج عمل الحكومة، أن الأولوية هي لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأكد لمجلسكم الموقر أن ما لمسناه من حرص من جانب السلطة التشريعية وأعضاء الفريق اللي مثل مجلس النواب هو حرص أن فعلا نستمر في هذا الاتجاه، وهذا حرص متبادل كذلك لمستوه من السلطة التنفيذية من جميع الوزراء، أن هذه هي الأولوية. أو أي أولوية لمشروع اقتصادي، أي أولوية لمبادرة اقتصادية، أي أولوية لأي عمل نقوم به في السلطة التنفيذية من ناحية مشاريع ومن ناحية مبادرات هدفها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، خلق فرص للمواطنين. واليوم حتى لما قاعدين نتكلم على التعديلات على العلاوات اللي تمت حسب التوافقات، فهذه خطوة إلى الأمام، واللي مطروح أمام مجلسكم اليوم بعد ما تم أخذ في الاعتبار كل هذه الأمور هي التوافقات اللي تم الوصول لها، ونستمر بهذا العمل، وفي التزام واضح من الجانب الحكومي أن نستمر في هذا العمل يدا بيد مع مجلسكم الموقر لكي نحقق كل ما في صالح المواطنين.